حد يقول لي الحكومة سياسات وهي الحكومة اللي تعمل ده، صحيح. احنا بنعمل استراتيجيات وسياسات تتنفذ والحكومة بأزراعها او بوزارتها تعمل، لكن لو ما كناش كلنا مع بعضنا نبقى فاهمين الفكرة عشان نركز فيها. بتركزوا على ان الابن او الابنة يجيب مجموع كويس قوي عشان يخش الطب والهندسة ولا بأس، بس خلي بالكم لو يعني انتم مش عايزين تقولوا لي يعني اذا كنت عندي 25 مليون في التعليم الاساسي ما فيش منهم حد يبقى متنحرر كده في المدرسة يشوف ويقول انا عندي الولد اللي في ابتدائي ده واعدادي عنده فرصة، خدوه علموه التعليم دوت. حد في عندي 4 مليون في الجامعة ولا 4.5 مليون مش قادر اجيب منهم من خلال كل عين لاجل خاطر بلدنا، لاجل خاطر مصر، تحطوا عينيكوا على الكلام ده عشان ننقيهم وندربهم ونجهزهم، عشان بدل ما يقول لي ان شاء الله في 2030 اوعدك ان هيبقى 9 9 ايه؟ اه والله صحيح 9 ايه؟ عايز 90. انتوا مش شايفين ان احنا ظروفنا صعبه ولا ايه؟ يعني انت النهارده جاي تفتتح الموضوع ده عشان بعد فتره بقالك كتير ما بتتكلمش، مش كده؟ انا بكلمكم عشان انتم اهلي وناسي ودي بلدنا كلنا، واذا كنتوش يعني تنسوا نفسكم وتفكروا فيها هي عشان البلد دي تبقى ليها مكان كبير. اللي معمول ده انا ما كلمتش عنه كتير قوي عشان لاسباب خاصه بيا يعني، لان كده، لكن اللي معمول ده فوق خيالكم. اللي معمول ده من ناحيه التقدم وحاجات كتير قوي فوق خيالكم، وبلد زي مصر ما تعملوش ولا تفكر فيه لان هي غلبانه، جيب منين يعني؟ لكن عملناه، مش هنعمله؟ عملناه.